طيب هنتكلم النهارده على الاخلاق عند قدماء، عند المصريين القدماء. هو احنا بنقول صح المصريين القدماء؟ صحيح. ليه بنقول المصريين القدماء؟ دعني في البدايه يعني كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب والمشاهدين طيبين، وان شاء الله يعني العام القادم نكون في افضل حاله مما نحن فيه ان شاء الله يا رب. حقيقه يعني هذا الجانب من جوانب المصريين القدماء جانب مغير. بمعنى المصريين القدماء من وجهة نظري الشخصية ظلموا من المتعصبين لهم ومن الناقدين لهم أو من المنكرين لهم، يعني إذا جاز اللفظ يعني منكرين. وأقصد بذلك المتعصبين للمصريين القدماء تحدثوا عن المصريين القدماء وكأن المصريين القدماء لم يمثلوا لنا شيئا غير العمارة من معابد ومقابر وأهرام ومسلات وكنوز وهكذا. وهذا هو جانب حقيقي في المصريين القدماء، لكن هو شيء جزء بسيط مما يجب علينا أن نعرفه عن المصريين القدماء. طيب إيه بقى اللي المفروض نعرفه؟ زي الأخلاق عند المصريين القدماء. كل الأدبيات والأمور المعنوية غير الملموسة هي شيء ضروري يجب أن نعرفه. ليه؟ لأن إحنا في تواريخ الأمم لا نعرف ماذا بنوا وماذا أقاموا وماذا شيدوا فقط، بل نعرف ماذا قالوا، ماذا كتبوا، عن ماذا تحدثوا، كيف عاشوا. هذا الجانب مغيب بقصد أو بدون قصد، لكنه غيب لفترات طويلة. تحدث بعض العلماء وأساتذتنا الكبار في هذه الجوانب، لكنها كانت بين الفينة والأخرى ولم تأخذ حيزها. يعني حتى الأستاذ سليم حسن كتب عن الأدب عند المصري القدماء من ضمن السلسلة بتاعته، لكنها كانت حيز ولم يتحدث أحد بعد ذلك. في بعض الكتاب زي الدكتور أحمد البربري وغيره كتب عن سليم حسن، صحيح، في موسوعته طبعا الكبرى تحدث عن من ضمن يعني سلسلته جزء كامل عن الأدب عن المصري القدماء، تقريبا الجزء 16. طب خليني أسألك سؤال يا دكتور، تفضل. ليه في فصل كده ما بين المصريين القدماء والمصريين بعد كده؟ ما هو ده اللي احنا عايزين، مفترض يعني في وجهة نظري نعمل وعي جديد أو نعيد الوعي لدى المصريين. بمعنى يعني حتى الذين أنكروا، يعني استكمال الأمر السابق لأنه برضو مرتبط بإجابة على سؤال حضرتك، حتى الذين أنكروا المصريين القدماء لم يجدوا لنا مبرر. يعني ما المبرر الذي يجعلنا ننكر المصريين القدماء ونرفض أن نقول أنهم أجداد لنا؟ يعني ما هو المبرر؟ إن إحنا عرب بعض الناس يقولوا كده، ماشي نحن عرب أو إحنا بطلنا من لا لا لا، ما هو بالطريقة دي حنظهر مصر دائما كأننا غرباء. نحن أصلنا في هذا البلد، نحن لم نكن جئنا من أماكن أخرى. المسلمين العرب عندما جاءوا إلى مصر جاء سيدنا عمرو بن العاص ومعه بضعة مئات مثلا، واستوطنوا مصر وأنجبوا وهكذا. لكن أليس كان هناك مصريين في الأصل موجودين؟ عندما جاء الرومان أو جاء الإغريق قبلهم احتلونا لثلاثة مئة عام، 300 سنة، وخرجوا وظلت بعض الأسر موجودة حتى الآن في الإسكندرية أغارقة وغيرهم. العرب المسلمين هناك قبائل عربية ما زالت موجودة في مصر قبل، لكن ما دونهم هم مصريين أصل. فلذلك المصريين الفراعنة، يعني إحنا بنقول لفظ الفراعنة. ولذلك حتى الذين تعصبوا أو تشددوا لهذا الأمر للأسف لم يعملوا حتى عقولهم في وجهة نظر، يعني البعض منهم. يعني بمعنى يا أستاذ محمد، يعني عندما نقول فراعنة ونريد أن نفصل بيننا وبينهم، عندما قال الله سبحانه وتعالى فأمن وقالت امرأة فرعون دي كانت منها، كانت مؤمنة، مؤمنة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ، ده رجل كان مؤمن وجاء، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. إذن عندما ننظر للفراعنة أو للمصر القديمة لم ننظر إليهم على أنهم كانوا كفرة وكانوا عباد. من الذي؟ ولذلك هذا هو الذي رسخ في عقول الكثير من الناس، لأننا لم نظهر لهم حقيقة المصريين القدماء. حقيقة المصريين القدماء ظهرت لديهم أو لدى الكثير من الناس أنها عبارة عن معابد ومقابر وهكذا، وهذا شيء أساسي. طيب. لكن ليس كل شيء.